وللمزيد عن فعاليات مهرجان العلمين الجديد ينضم إلينا الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري من هناك. كريم، آخر الفعاليات التي وصل إليها مهرجان العلمين الجديد. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية لا تتوقف. الفعاليات الثقافية والترفيهية وأيضا الرياضية ما زالت مستمرة. نتحدث اليوم عن واحدة من أهم الفعاليات بعد زيارة وزير الثقافة لمدينة العلمين الجديدة. وبالطبع من أهم الفعاليات المرتبطة دائما بوزارة الثقافة هي القراءة والحفاظ على الهوية بشكل عام عن طريق التثقيف. ومن أهم أدوات التثقيف هي القراءة وتوفير الوسائل والتيسير الوسائل المختلفة للقراءة بشكل عام لجميع الفئات وجميع الأعمار. وصل إلى مدينة العلمين الجديدة أكثر من مكتبة متنقلة من عدد من المحافظات المختلفة، تتحرك من منطقة إلى أخرى محملة بالكتب وأيضا بها مسؤولين عن نشاطات مختلفة مثل الرسم والتلوين والمسرح الصغير وغيرها من النشاطات، أيضا الموسيقية المتعلقة بالمكتبة المتنقلة. وصلوا إلى ممشى العلمين الجديدة وبدأ الأطفال المتواجدين في العلمين الجديدة بالتفاعل مع هذه المكتبات المتنقلة من رسم وتلوين وأيضا قراءة للكتب وأيضا مشاركة في الفعاليات الموسيقية الصغيرة على حسب بالطبع مساحة هذه المكتبة المتنقلة. يذكر أن هذه المكتبات المتنقلة كانت يعني تتحرك في عدد من القرى والمحافظات المختلفة تابعة لحياة كمبادرة حياة كريمة ومؤسسة حياة كريمة التي تحرك هذه المكتبات بشكل عام دوريا تقريبا شهريا إلى أماكن مختلفة وتوفر الكتب المختلفة للأطفال وأيضا الكتب للكبار بشكل عام. هذه ربما من أهم الفعاليات التي حدثت اليوم في مهرجان العلمين الجديدة، ولكن الجميع بالطبع ينتظر الفعالية الخاصة بسباق السيارات التي ستأتي في يعني خلال 4 أو 5 أيام من الآن. هذه الفعالية الخاصة بالموتور ويك وعدد كبير من السيارات التي ستشارك في سباق السيارات هنا في مدينة العلمين الجديدة، إما في سباق سيارات متعارف عليه أو حتى بالدريفتنج أو عدد آخر من أنواع سباق السيارات وأيضا الدراجات النارية والدرجات البخارية الذين سيتواجدون ضمن هذه الفعالية، بالإضافة أيضا لفعاليات ترفيهية وثقافية على المسرح الروماني بالمدينة التراثية، فضلا عن الحفلات الغنائية التي في انتظارها بالطبع في نهاية الأسبوع. نعم، سنتابع معك يوما وراء يوم. زميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا من العلمين الجديدة، شكرا جزيلا لك.